أسباب تجعل تلزم الشيعة بأن يبغضوا سيدنا عثمان بن عفان، لأن مثلا مسألة زواجه من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية والسيدة أم كلثوم هذه كارثة بالنسبة للشيعة. تزوج من السيدة رقية وهاجرت معه الهجرة الأولى وماتت في العام الثاني للهجرة، ثم تزوج بعدها السيدة أم كلثوم وماتت في العام التاسع للهجرة، وهذه الكرامة لم تحدث لأحد على الإطلاق في 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 زمان كل الأنبياء إلا لسيدنا عثمان بن عفان، الرجل الوحيد منذ قيام منذ البداية الخليفة وحتى قيام الساعة الذي تزوج ابنتي نبي هو سيدنا عثمان بن عفان. طيب المعتقد الشيعي يقوم على أن البطل الأوحد في كل المواقف هو علي بن أبي طالب، لا ينبغي أن ينازحه أحد في ذلك. كما تفضل فضيلة الشيخ المسكاوي وتكلم عن مسألة جمع المسلمين على مصحف واحد، هذه مسألة منقبة عظيمة لسيدنا عثمان بن عفان، يحاول الشيعة دائما أن يقلبوها إلى طعن فيه. لكن دعني أذكر روايتين بمنتهى السرعة يؤكدوا فضلا طبعا عن أن علي بن أبي طالب سمى أولاده باسم عثمان أيضا، وقيل أنه سمى واحد منهم عثمان الأكبر وسمى عثمان الأصغر، هذا طبعا دليل على الكراهية عند الشيعة، من كثرة كراهيته للصحابة سمى أولاده بأسماء الصحابة، هذا طبعا في عند الفطر والأفهام المعكوسة والمنكوسة. هناك رواية في بحار الأنوار، اسمح لي سريعا أن أقرأ هاتين الروايتين، رواية في بحار الأنوار في الجزء 43 وجاءت أيضا في كشف الغمة للأربلي، تتكلم عن من الذي دفع مهر السيدة فاطمة، من الذي أعطى علي بن أبي طالب المال ليدفع مهر السيدة فاطمة. هذه رواية شيعية في بحار الأنوار وفي كشف الغمة، تقول: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أزواجه فأمرهن أن يدففن لفاطمة فضربن بالدفوف، قال علي: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا الحسن انطلق الآن فبيع درعك وأتني بثمنه حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة منزلة. قال علي: فانطلقت فبعته ب400 درهم سود هجرية من عثمان بن عفان، يعني اللي اشترى عثمان بن عفان، فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع مني قال: يا أبا الحسن لست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني، فقلت: بلى. قال: فإن الدرع هدية مني إليك. فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فطرحت الدرع والدراهم بين يدي وأخبرته بما كان من أمر عثمان فدعا له بخير. الرواية الشيعية، والرسول بيدعو بخير لعثمان فدعا له بخير، وقبض رسول الله قبضة من الدراهم ودعا بأبي بكر فدفعها إليه وقال: يا أبا بكر اشتري بهذه الدراهم لابنتي ما يصلح لها في بيتها، وبعثه مع سلمان. طبعا هذه الرواية واضحة لأن الذي دفع مهر السيدة فاطمة وأعطاه هدية لعلي بن أبي طالب كان سيدنا عثمان، والنبي دعا له بخير. وهنا سؤال للشيعة، إذن هذا التناقض الموجود للشيعة يا حسن، واسمه حسن وليس حسين، يا يعني حسن الشيعي، الكتاب التأويل مداره كله عندي أرقام